عبرت والدة حمزة البيض عن غضبها واستيائها من الانتقادات التي طالت ابنها عقب الإعلان عن نتائج الدعم الاستثنائي الذي خصصته وزارة الثقافة لتشجيع المشاريع الثقافية والفنية. وقد استفاد حمزة البيض من مبلغ مالي قيمته 80,000 درهم. الشيء الذي خلق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وطرح عدة تساؤلات في صفوف المواطنين، حيث كتب أحد رواد الفيسبوك: هاد البرهوش يلاه كتر به السقف البارح، ما عنده فرقة موسيقية، ما عنده وليدات، ما عنده زوجة، ما كيصرف على حتى حد، خدات من يد المليون. وكتب آخر: دابا هذا شات 8 ديال الملايين ديال الدم، هو عنده 14 سنة، هالعار لجاتو، وملايين ديال الشباب وديال الأطر تيتوفاو في الصمت، حسبي الله ونعم الوكيل. فيما عبر آخرون عن اتفاقهم مع استفادة حمزة البيض، وجاء في أحد التعليقات: كان عقل نهار بحمزة البيض، ما كاينش اللي ما حط الصورة ديالو وفرح به وكبر به، اليوم حسدتو على 8 مليون سنتيم كفنان في بداية مشواره، المروكي خاصو يشوفك مكحط عاد يرتاح. وكتب آخر: داك الطفل المبدع يستاهل الدم، والجاجة اللي نوضوا عليه راه غادي يتهز نفسيا حيت باقي صغير، الدم اللي شد ديال مشروع وغادي خصو يزيد عليها باش ينتج كليب أو أغنية، ماشي عطاوه تعويض يشري بلاي ستيشن. لكن الناس تتهضر في كل شيء إلا الأمور اللي خاص النيت نوضوا عليها العجاجة ما تتلقى حد. ومن جهتها ردت والدة حمزة البيض في اتصال مع موقع إلكتروني على منتقدي ابنها، حيث قالت: هاد الشي مردني وما بقيت عارفة ليلي من نهاري، ما عرفتش علاش الناس ما فاهمين شنو من وراء هاد الدعم وكيهضروا. مضيفة: هاد الدعم كيعطيوه للفنانين جوج المرات في العام، الفنانين كيعتمدوا على السهرات وهاد العام ما كاينينش، وبسبب كورونا مشاو طالبوا الوزارة باش دير حل. قالت لهم: الدولة قدموا بروجيات ديال الأغاني وحنا نعاونوكم، حتى حمزة جمع الملف ديالو ودفعوا بالملحن وصاحب الكلمات والاستوديو وكل شيء، حيت الدولة خاصك تعطيها باش تعطيك. وتابعت والدة حمزة البيض: هذا أول دعم لولدي حمزة، قدم 4 الأغاني بكل شيء لهم، ماشي غير أجي وخد الدعم، والفلوس اللي عطاوه راه ما كافياش، دابا الناس كيشوفوا حمزة خدت 8 المليون صافي راه دارها في جيبه. وواصلت الحديث: حمزة راه ما بقاش دري صغير، دخل الميدان الفني حتى هو، ولا من الفنانين وعنده بطاقة فنان، والهضرة ديال الناس ضراتنا بزاف، وحشومة يقولوا على ولدي برهوش حيت ولدي ماشي برهوش. وختمت حديثها: الناس خاصهم يسولوا وزارة الثقافة، حيت هي اللي كان خاصها تشرح هادشي وتقول الناس هاد الدعم ديالاش ماشي حمزة البيض.